إن المحاور التي سيناقشها المشاركون أثناء ورشات هذا المنتدى تشكل فرصاً للشراكة في قطاعات متعددة، كما تندرج ضمن أولويات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية لقطاع المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل، وذلك في إطار المخطط الشامل للإنعاش الاقتصادي الذي باشرته الحكومة منذ سنة 2020 تنفيذاً لبرنامج السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني.